جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان لدى الشخص 100 جنيه مثلا بالعملة المصرية مثلا شيخ صالح، كم تكون زكاتها؟ ما أدري عن سعر معادلة 100 جنيه ل 140 مثقال من الفضة، هذا يرجع إلى سعر الفضة لكل عملة بحسبها. إذا كان الريال يساوي جنيه أو يزيد الجنيه عن الريال شيئا قليلا شيخ صالح؟ الريال النبوي، الريال السعودي، الريال السعودي نصاب الريال السعودي من الفضة 56 ريال. نعم، 56 ريال من الفضة الريال السعودي، هذا هو النصاب. طيب، فينظر ما يعادل هذا النصاب من النقود المستعملة والنقود الورقية. نعم، فإذا بلغ ما عند الإنسان ما يعادل 56 ريال فضة سعودي، نعم، وجبت عليه الزكاة.